كابتن عبد الغني شهد مدرب منتخب العراقي، شو تحب تقول لك؟ ابو حيدر كابتن غني. كابتن غني غني عن التعريف. غني عن التعريف اكيد. اسال الله تعالى ان يوفقه مهمته مع المنتخب الوطني. هو صاحب فضل على محمد قاسم، لان يعني هو اللي رحلني من شباب، عندما كنت مع شباب نادي نفط الوسط هو اللي رحلني للخط الاول، فهو صاحب فضل. يعني هو نعتبر اللي اكتشفك. هو يعني هم تقريبا اكتشفني. حلو هذا العرفان، من انه لاعب يوصل مرحله النجوميه وغيرها يبقى يتذكر الاشخاص اللي رافقوه بالرحله الاولى اللي هي دائما تكون صعبه. اكيد اكيد.